السلام عليكم. نرجع تاني لمادة الجريد، سمارت جريد، وبنتكلم اليوم على التايبس اوف ريزيرفز فور فريكوانسي كنترول. عادة لما جينا اطلعنا قبل شفنا كيف تعلمنا كيف احنا اسس الفريكوانسي كان ريتيرن تو النامينال فاليو باستخدام البرايمري والسكندري والتريشري كنترول. الحين بدنا نشوف كيف ده ار انجيج وكيف هذول بيعمل contribution to maintaining the frequency at the desired level بشكل أساسي. مثلا عندنا example the frequency response إيش بحصل فيه after a disturbance event. عادة the frequency drops below the nominal value لما يصير في demand أو the generation does not meet the demand. فبصير عندي بيج دروب في الفريكوانسي اللي بحصل عندنا في السيستم. الان الشكل الموجود عندي هان بفرجينا ستيجز مختلفه للفريكوانسي ريسبونس اللي عندي. الباور ويتش ار ديليفرد باي ديفرنت كنترول اكشنز بنشوف كيف هي بتمثل. وعندنا هان 3 كنترول مين كنترول اكشن ويتش ريستور الفريكوانسي to its nominal value اللي هم الثلاثة اللي بنسميه ال primary control اللي قلنا بيجي within milliseconds لسكند، بيجي بعدها secondary frequency control اللي هو بيجي من seconds لمينت، وبعدها بيجي ايش tertiary control اللي بنتكلم عنه من minutes ل hours في هذا المجال. الانيشال ريسبونس كومز ويذ الريستنج بيريود. هاي الريستنج بيريود الموجوده عندي في خلال الريستنج بيريود اللي هي within approximately 500 ملي سكندز، وهذه الانيرشال ريسبونس اوف ذا سيستم حيعالج الانخفاض او النزول في الفريكوانسي. يعني هاي فيزيكال ريسبونس عاده الجوفرنرد باي الكينيتيك انرجي فروم السينكرونس جنريتور اللي بنتكلم عنه. بيجي بعد الانيرشال ريسبونس بيجي عندي اللي هي كامز الارستنج ايش بيريود اللي بنشوفها هنا. الارستنج بيريود في خلال الارستنج بيريود الفيرست كنترول اكشن ار تيكن باي اللي هي برايمري كنترول. هذا ايش بيعني؟ الفريكوانسي كونتينمنت ريزيرف هي اللي بتشتغل ويل بي بروفايدد and some power will be delivered to arrest the frequency drop. يعني هنا بنعمل injection للباور عساس يعني نعالج الدروب اللي حصل في الفريكوانسي. The primary frequency control will decrease the mismatch between generation and demand. وهذه عادة زي ما حكينا it will last في هذا المجال a few seconds اللي عندنا until acceptable minimum frequency has been reached. الآن minimum frequency value is called nadir وهذا ال value typical around 800 millihertz below nominal frequency. الآن once the frequency have reached its nadir and no longer falling, a restoration phase can begin عندنا في هذا المسألة. During the restoration phase الموجود عندي the primary frequency control will still be in place and will work to stabilize ايش the frequency. Once the frequency has been stabilized اللي بيصير عندي يعني هذه ممكن تكون لحتى الآن below nominal value وهذه عندي بندخل على الريكفري بيريود الموجوده عندي هان. يعني هذا بندخل هاي الريباوند وهذا بندخل على الريكفري بيريود. في الريكفري بيريود اللي بيبدا يشتغل اللي هي الايش السكندري كنترول. السكندري فريكوانسي كنترول ويل بي اكتيفيتد وهذه ويل بي بروفايدد ان اوردر اللي عندي مور باور يعني حتكون حنزود ريديوس المس ماتش in the active power balance. في خلال هذا ال phase frequency recover to be within the allowed bandwidth of the nominal frequency. وبعدين بيجي عند the tertiary frequency control.
هذا بكم اكتف، وهذا ايش بتعمل ريكالكوليتنج الاوبتيمال باور فلو اند ريديسباتش اللي عندي ريديسباتشنج الجينيريتنج يونتس وير مينتينينج ذا فريكوانسي ات نومينال ايش فاليو. هذا يعني من الشغلات الاساسيه. ايش اللي بنلاحظ هان يعني اذا بدنا نشوف الامثله هاي اللي عندي هان الريباوند بيريود الموجوده عندي، بعدها بندخل على الريكفر بيريود زي ما احنا شايفين في الالوان، وهذه بتقول لي ايه كيف انا الريباوند اللي بحصل عندي في هذا المجال بالنسبه للفريكوانسي. الان احيانا بصير ستانجنيشن اراوند 49 هيرتز، وهذا السكندري كنترول دين انجيج اللي عندي، هاي هنا استاجنيت مش على الخمسين على الفورناين، دخل عندي السكندري كنترول في هذا المجال، وبده ايش ود مور باور فيد انتو ذا جريد ان اوردر تو ديكريز الايش الامبالانس. الان هذه انكريسز ذا فريكوانسي اولدو ات ستيل نوت ودين الاكسبتبل ريج. As a final emergency measure, if the load cannot be restored, إيش اللي بحصل within the primary with the primary and secondary frequency control, بصير عندي concern that the frequency drop may be uncontrolled. وهذه بتصير عادة بتؤدي إلى collapse للسيستم. في هذا الحالة إيش اللي بصير عندي؟ بصير عندي بدنا نعمل load shedding عشان نعمل reduce the imbalance and restore the frequency to the nominal value. يعني أنا بصير إيش بفصل أحمال عشان أخفف السحب على السيستم بشكل عام. هاي هنا فترة البرايمري كنترول، هاي فترة السكندري كنترول، هذا الامرجنسي كنترول ولود شيدنج. لأنه لو أنا ما عملتش لود شيدنج هنا السيستم عندي والإيش بيحصل فيه والكولابس بشكل عام. الآن آخر موضوع في اليونت هاي بنتكلم على working principle of governor system، نتكلم على primary frequency control. اللي بنيجي بنطلع عليه هاي الريفرنس سبيد عندنا للجوفرنرز، هاي الستيم، هنا الستيم فالف، هاي التوربان، هنا الروتيتنج شاف، هنا السينكروناس جنريتر، هاي الجريد عندي، وعندي فيدباك بيجي من الميجر روتيشنال سبيد لا ايش لا الجوفرنر. الان المين ايديا هان از هل الامبالانس، لما الامبالانس هنا يحصل في السيستم will the system regulate الميكانيكال سبيد اوف ذا جوفرنر، هل هو حتعمل ريجوليشن لها، which in turn will regulate the output power. يعني لو صار احنا عندنا ريجوليشن للسبيد الاوتبوت باور بصير لها ريجوليشن في هذا المجال. لهذا السبب السبيد جوفرنر مهم جدا، وهذه ايش which is a control system that follow the so called droop or proportional characteristic اللي عندي، هذا هي الدروب اللي بنتكلم عنه. فالسبيد جوفرنر هو تايب من الدروب كنترول. ان ذا دروب كنترول اف ذا فريكوانسي ديكريسز ذا ماشين ويل هاف تو بروبورشنلي انجكت مور باور انتو ذا سيستم. يعني لو الفريكوانسي صار فيها دروب بدنا ندخل مور باور عشان نعدل الدروب هذا. This is approximated as a straight line characteristic which can be formalized with this equation الموجودة عندي في هذا المجال. RGI اللي عندي اللي بيساوي minus change of F على F reference في change على BGI على BGR regulated اللي عندي، والF بيساوي minus R في B2 minus B1 plus F2، والchange of B الF على change of B بيساوي minus R، والR بيساوي minus change of F على change of A of B. وهي الكنترول اللي احنا بنتكلم عنه، اللاين equation اللي بنتكلم عنها، وهي الدروب كنترول equation اللي عندي. هذا بنسميه الريتد اوتبوت الموجود عندي هنا، وهذا ايش النو لود، وهي الماينس ار اللي هي السلوب الموجود عندي في هذا السيستم.
الآن زي ما بتشوفوا هان a different drop set point will mean a different slope for generators in making them faster or slower. يعني هذا بنقدر نحركها لفوق أو لتحت في هذا المجال. الآن يعني حكينا في هذا المجال we change the slope or drop constant to make the control faster أو إيش slower. Another possible change is to shift the drop characteristic up or down. يعني هذا بنحركها اللي عندي لفوق أو لتحت في هذه. Oh, this happened with secondary frequency control. If the initially machine was operating at one point, اللي عندي the frequency بصير بحصل لها decrease. The machine بدها تعمل deliver extra active power. الآن by shifting characteristic, we can make sure the machine can restore the frequency as close as possible to the nominal value. الآن by setting this viewpoint set. إيش اللي عندنا؟ نعمل relaxed and the delivery of active power or more kinetic power energy will be gained by إيش المachine. Typically for isolated generators إيش اللي عندي؟ Small drop is advised. الآن characteristic is flatter اللي بتكلم عنها هاي اللي بنتكلم عنه هاي shift up and down اللي بنتكلم عنه. الآن لما نحكي ها typically for isolated generator a small drop is advised will characteristic عندي flatter and have less frequency change for a given load change than what you could see with a high drop الموجود بالشكل. For a generator that is interconnected to the system يعني في grid مفتوحة a higher drop will require less effort from the generator. يعني هنا بيصيرش كل الضغط على هذا الجنريتر انه يقوم بالجهد الموجود لانه higher drop is preferred to minimize the reaction from generator to frequency deviation. فبشكل عام هذه اهم الشغلات اللي عندنا اللي تكلمنا عليهم. ايش تكلمنا احنا اليوم؟ تكلمنا في اخر جزئية اللي هي الworking principle للgovernor system والdrop control ايش بيعمل في السيستم عندنا ككل. هاي المعادلة اللي بتقول التغير في الفريكونسي بالمقارنة بالست الفريكونسي بدي يساوي على التغير في الgovernor power اللي عندي على الregulated governor power في هذا المجال. وهذا زي ما بلاحظ السلوب عكسي في هذا المجال. ويعطيكم العافية. هيك إن شاء الله بنبقى خلصنا الوحدة الثالثة اللي هي بنتكلمنا فيها عن الديناميكس للباور سيستم. يعطيكم العافية.